صباح الخير مشاهدينا، الكل بحب وبسمع إذاعة الأمن العام، هاي الإذاعة الأردنية الوطنية الشاملة والمميزة. راح ندخل الآن داخل الإذاعة لحتى نتعرف أيضا على فرسان ونشامة الإذاعة في هذا التقرير الصباحي. خليكم معنا وتابعونا، صباحكم سعيد. إذن مستمعينا الكرام، أمنياتنا دائما بالوصول الآمن للجميع. أمامي العديد من رسائل إخواننا المواطنين الكرام اللي بتواصلوا معنا، لكن اطمئنوا كل الملاحظات إن شاء الله متابعة أولا بأول. في البداية بحب أهني زملائي في إذاعة الأمن العام بهذه الإذاعة التي استطاعت يعني رغم الفضاء الواسع للإذاعات والإعلام أن تثبت وجودها في مدة قصيرة من خلال نوعية البرامج اللي بتقدمها ولامست المواطنين، سواء برامجها الخدماتية أو الثقافية أو السياسية. بالنسبة لقسم الأخبار، هو دائرة أخبار متكاملة كباقي الإذاعات والمؤسسات الإعلامية، بتبث أخبار على مدار الساعة. جلالة الملك عبد الله الثاني يبعث برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة مبايعته ملكا للمملكة العربية السعودية الشقيقة. الآن احنا راح ندخل داخل الاستديو لحتى نتعرف أكثر على نشامة وفرسان هاي الإذاعة ونشوف مين المقدمين. ومعنا على الهواء مباشرة الرائد عماد القضاء، مثل ما أنتم شايفين راح ندخل على الاستديو ونتعرف عليه أكثر ونتعرف على البرنامج اللي بيقدمه ونسمع منه تهنئة. خليكم معنا. ثم نعود إليكم أحبك المستمعين. مشاهدي، مثل ما شفت احنا على الهواء مباشرة في برنامج عيون على الوطن بقدمه الرائد عماد القضاء، نحكي لك صباح الخير، الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا بك، الله يعطيك العافية وكل عام وانتم بخير وقائد الوطن بألف خير. حابين تعرفنا أكثر على طبيعة عملك في هذه الإذاعة. نعم، أنا معد ومقدم برامج إذاعية في إذاعة الأمن العام. طبيعة عملي الآن في عندنا برنامج اسمه عيون على الوطن. الحقيقة هذا البرنامج يعني أصعب ما يواجه الإنسان اختياره لاسم البرنامج، فكان يعني اختيارنا لهذا البرنامج هو الحقيقة انطلاقا من استراتيجية مديرية الأمن العام وتوجيهات خطوفة مديرية الأمن العام في موضوع التشاركية مع المواطنين. نصبح ممنوع على ضيوفنا، ضيوف محل الدار اليوم الجروب اللي من التلفزيون الأردني، يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية. مشاهدينا، أثناء جولتنا داخل إذاعة أمن إف إم راح يكون معنا مندوب الإذاعة في مدينة مادبة الملازم أول أحمد الفعوري. نحكي لك صباح الخير ملازم، حابين تعرفنا على طبيعة عملك كمندوب للإذاعة. صباح الخير لكم، ونحن سعيدين جدا بهذا اللقاء الجميل للتلفزيون الأردني، مرحب فيكم في إذاعة أمن إف إم. عمل المندوب بشكل عام يعني تحدث نيابة عني وعن زملاء المندوبين الآخرين في باقي محافظات المملكة، وهو بيعتمد على نوعين من العمل، العمل من الاتجاه الأعلى باتجاه الأسفل اللي هو من الاستوديو الرئيسي باتجاه المواطن، وأيضا الموضوع العكسي من الميدان باتجاه الاستوديو. بالعادة واجبنا الرئيسي هو التقاط الملاحظات اللي بتطلع على الهواء بشكل مباشر من الأخوة المواطنين من خلال الاستوديو المفتوح بشكل مباشر أو الزملاء بالجاليري أو حتى من زملائنا الأعزاء في مكتب المتابعة. دورنا الرئيسي متابعة هذه الملحوظة بشكل عملي دقيق داخل الميدان. معنا الآن النقيب خالد أبو هزيم وهو رئيس قسم المتابعة في الإذاعة، نحكي لك صباح الخير، حابين تعرفنا احنا والسادة المشاهدين أكثر على طبيعة عملك. الله يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم وجميع مشاهدي التلفزيون الأردني. هذا قسم المتابعة في إذاعة الأمن العام، هو القسم المعني بمتابعة كل ما يرد من ملاحظات أو شكاوي من المواطنين
لإذاعة الأمن العام وعلى مدار الساعة، مش فقط أثناء البرامج المفتوحة أو أثناء البرامج الخدماتية. هذا المكتب مدام على مدار الساعة 24 ساعة، في ضباط يقوم بالعمل على في كافة الأوقات، يعني ما في عندنا أوقات محددة للعمل هون في هذا المكتب. صباح الخير. يا هلا، اهلا وسهلا فيك. الله يعطيك العافيه. طبعا واحنا اسفين انه ازعجناك ودخلنا عليك على الهواء، تحكي لنا عن طبيعه عملك في الاذاعه. الله يعافيك. طبعا احنا كاعلاميين في اذاعه الامن العام نفتخر ونعتز في هالاذاعه الامنيه الشامله. الحمد لله، يعني بامر من عطوفه مدير الامن العام وطبعا اهتمامه بالقضايا الانسانيه والاجتماعيه، فتخصص برنامج بمسمى او باسم نبض المجتمع. نبض المجتمع طبعا هو ترمومتر حساس للقضايا المجتمعيه الانسانيه الحقوقيه الاجتماعيه، حتى احنا طبعا نكون في قلب الحدث على ما يجري في الساحه. نعلم جميعا ان اذاعه الامن العام كغيرها من الاذاعه والفضائيات من المنابر الإعلامية التي أخذت على عاتقها نشر كلمة الإسلام، الإسلام المعتدل، الإسلام الحقيقي الذي جاءنا من عند الله تبارك وتعالى والذي بينه لنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فنحن بحاجة حقيقة إلى بيان حقيقة الإسلام وروح الإسلام وتعاليم الإسلام ووسطية الإسلام، فهذه الإذاعة أخذت على عاتقها أن تنشر هذه المفاهيم. شاهدينا معنا الآن الرقيب محمد أبو زيد، وهو المسؤول عن صفحة الفيسبوك التابعة لإذاعة الأمن العام وأيضا عن الموقع الإلكتروني للإذاعة. صباح الخير. صباح الخير، الله يعطيك العافية. حابين تعرفنا أيضا على طبيعة عملك وتحكينا عن الأهمية اللي تقوم فيها من خلال صفحة الفيسبوك. احنا هون مسؤولين عن صفحه الفيسبوك والموقع الالكتروني. صفحه الفيسبوك هي للاذاعه يعني صفحه مميزه لانها تستقبل من المواطنين الشكاوى، ومن خلالها بنقدر نوصل الشكوى مباشره ونتابعها. بالاضافه انه صفحه الفيسبوك عندنا انه بننزل احنا بوست معين لوقت البرنامج، في كل برنامج بننزله بوست مصمم عليه اسم البرنامج ووقته، من خلاله بيقدر يتواصل الفيسبوكي، احنا بنسميهم فيسبوكيين، من خلال يستخدموها ويتواصل مع المذيع مباشرة. هم لبا وطون ودبس، لايش كل هذا؟ جاي علينا منخفض كتلة هوائية، يعني عافصة ثلجية. شو هاي عافصة؟ عافصة، أنا سميتها هاي العافصة ابتهاج. هاي اسمها عاصفة. وش العافصة هاي بدها تخلي الثلج متر ونص. متر ونص؟ يعني مش متر، يعني متر وفوق. ما شاء الله عليك، يا نقصتها بالسنتي. طبعا مشاهدينا مثل ما شفتوا معنا الاستاذ حسين الطبشات في مشهد من برنامج غافل ابو العريف، طبعا راح تشوفوه، اسف طبعا لان انا متعود على التلفزيون، راح تسمعوه على اذاعه امن اف ام كل يوم. تابعوا هالاذاعه عشان تشوفوا ابرز الاعمال الدراميه اللي بتتم من خلال هذه الاذاعه، بالاضافه الى العديد من البرامج المنوعه.